السلام عليكم ومرحبا بكم خواتاتي في قناتي حكيمة بنت العاصمة. اليوم راني رايحه خواتاتي معكم نوريكم واحد الوصفه تاع لوبيا مونشتو مرافقه بالبطاطا، ونوريكم كاع التوابل اللي يدخلوا في يعني لي سيبيس باش انا حين نحضروا هذا الطبق. انا اليوم واش عندي؟ عندي كما راكم تشوفوا لوبيا مونشتو هكا، غسلتها مليح، نظفتها وخليتها في الماء ودرت لها مغير فاخل يعني تاع القارص، ونخلوها شويه يعني خليتها وقت كبير، وهي بعد ما نكون حنحضرها نصفيها في الاخير. وعندي هنا بحبه بطاطا، شوفوا قطعتها هكذا دي غوندال. علاش انا البطاطا هكذا؟ خاطش انا هاد البطاطا اللي حنقليها. وعندي صدر دجاج، انا نخدم بصدر دجاج، هاد الوصفه تدخل فيها صدر دجاج. وعندي الثوم كما راكم تشوفوا، انا قطعته هكا دي غوندال خواتاتي، شوفوا نسحقو هكا، ما ندرسو ما نرحيه، نسحق الثوم تاعي هكذا. وعندي المعدنوس اليابس كما راكم تشوفوا، وعندي المعدنوس يعني اللي ما فيه نخدمو به الفريشك هذاك، وعندي القارص نسحقو. والتوابل واش عندنا؟ عندي فلفل الكحل، وعندنا الكمون، هاد الوصفه لازم الكمون يدخل فيها. وعندي هادو توابل سبيسيال كي نديرو حاجه تاع الفوق، هاد اللوبيا مونشتو بعد ما طيب لي راني حنطيبها ونعاود نديرها في الفوق. وعندنا الزيت والملح والفرماج، هذا يعني انا هذا لازم نديرو في الاخير. وانتو الفرماج اللي يكون عندكم في الدار يعني ديروه، ماشي لازم تخدموا بهاد النوعيه. نبداو على بركه الله. اول شي خواتاتي اللي نبدا نديرو، نديرها نسبق الثوم تاعي هي اللي نقليها، خاطش هاد الثوم لازم نطيحنا نجمروها مليح في الزيت. وانا الزيت نسبق ناخذ كميه، دوك نوريها لكم تاع الزيت، ناخذ 3 مغارف، انا راني ميزوري بهاد لاكويير، شوفوا 3 مغارف كيما راكم تشوفوا هكا، 3 مغارف معمرين هادي واش نسحقو في الزيت، وما نديرو والو حتى التوم تاعنا كاع يتجمر، ونعاود نولي ليكم ان شاء الله. ها التوم تاعي بعد ما تجمر، شوفوا تحبو هكا يكون متجمر كيما راكم تشوفوا، يعني نقلوه كل واحد كيفاش. انا دوك ناخد هذاك الصدر تاعي كيما راكم تشوفوا، ونزيدو الصدر تاني، نقعدو نجمرو في هذاك الصدر مع هذاك التوم، يعني لازم كيما راكم تشوفوا. وخلو تاني مقصوع النار، ديما النار تكون ناقصة، وخلو تاني يعني كما نقولو هداك الصدر تاعي كاع يتجمر، ونخلي فوق النار نقصلو ونخلي. هاني جيت خواتاتي باش نقولكم نبدا نديرو في ليزيبيس تاعنا. أنا سكنجبير علاش درت بالبلارة هكا، نوريكم القرصة اللي راني حندير هكذا، قرصة غير صغيرة، منحبش ندير حاجة كبيرة. وما يخفالكمش انا فلفل الكحل تاني دير هاد الكميه مغير فتاع قهوه كما راكم تشوفوا. والكمون عندي اون كويه ونص تاع القهوه، نديرو كامل الكمون، ونديرو هادو التوابل تاع لي سبيسيال يدخلوا لنا الفوق، ونديرو الملح تاعنا كما راكم تشوفوا، الملح ما نديروش كميه غير صغيره. ونزيد ندير هذاك المعدنوس اليابس لازم يدخل، ندخلو المعدنوس ونقعدو نحركو يعني هكذا في الطبق تاعنا بشويه، حتى ندخلو كاع دوك التوابل كاع لي يدخلو، ونخلوه ديما يتجمر على نار قليله. هاولي كيما راكم تشوفو، شوفو هاو تجمر مليح الطبق تاعي، شوفو دوك خواتاتي هاديك نص حبه قارص لي قلتلكم عليها، نديرها فوق هداك الدجاج تاعي هكذا، نعصرها كامل ونخلو نقصو الفرنو باش يزيد يتجمر لنا مليح هداك الصدر تاعنا مع دوك التوابل كاع درناهم هكذا. حبه نص حبه قارص كاع عصرتها، ونخلو هداك القارص مع هداك الصدر يتجمر، يعني نأكد لكم النار تكون هكذا نار قليله، يعني لازم في هذا الطبق باش يطيب لنا لازم النار تكون قليله، ونخلو يتجمر ونعاود نولي لخواتاتي ان شاء الله. بعد ما تجمر شوفوا كما راكم تشوفوا، نحبوا بهذا يعني هذا الشكل، شوفوا دوك ما بقى لي خواتاتي اخزروا بيا، شوفوا نوريه لكم مليح باش تشوفوا يعني كاع تجمر، وعلى هذوك التوابل كاع دخلوا لداخل، ما بقى لي دوك يا خواتاتي غير نمرق الطبق تاعي وندير لوبيا مونشتو. انا دو لوبيا مونشتو تاعي، شوفوا انا درتها بهذا الشكل.
يعني طويله ما نديرهاش صغيره. نحط اللوبيا مشطو تاعي كامل ونمرق كيما راكم تشوفون دوك نوريكم يعني ندير كيفاش ندير التمريقه تاع هاد السدر. ندخلو السدر داخل نغطو باللوبيا مشطو كامل هكذا كيما راكم تشوفو وندير التمريقه. دوك تشوفو التمريقه اللي راني حال مرق كيما نقولو قيس كاس هكذا وما نحبسو كاس ما نزيدوش. وهاد الوصفه تاع هاد المشطو بالدجاج كيما درتها كيما راكم تشوفو طيب على نار قليله ما يزبش النار تكون قويه. ونخلو لوبيا مشطو تاعنا طيب. شوفو راني درت الزيت تاعي راهي كيما راكم تشوفو في المقله باش نبداو نقلو هاد البطاطا. لازم نقلوها علاش نقليها باش يعني توسينا الزيت شويه نديرو بابي اوبسيرفون هكا ما نحبوش تكون مزيته بزاف. نقليها هكذاك من قبل باش تشرب لي كاع الزيت. وهنا البطاطا ما يلزمش نملحوها لان البطاطا هنا راني حنديرها ما نملحهاش نديرها هكذا خواتاتي. بسم الله راني حنبدا ندير البطاطا تاعي بعد ما الزيت سخنت نديروها غير بشويه باش ما طيرش علينا هكذا. ما نديروهاش كاع على مره باش تتحمر لنا مليح هكذا. ونزيد ميت كومبلاصه نزيد شويه هكذا ونخلي البطاطا تتقلى. كي تتقلى كاع في الاخير نوري لكم اللون اللي لازم نحبيه نقلي بطاطتي. هاي البطاطا بعد ما قليناها شوفوا راني نحيتها نحبها هكذا ماشي مقليه يعني ماشي محمره مليح مليح تكون تخي كلير يعني فاتحه تحت الدوغي. وبعد ما نقليها وحطيتها في البابي اوبسيرفون هكا نخلوها كاع تشرب ونعاودو نولو ليكم ان شاء الله. هاي المشطو تاعنا نوريكم كيفاش انا نحب طيب لي. شوفوا هكذا ناشفه شويه ما فيهاش بزاف المرقه هكذا يعني المرقه تاعها تكون هكا ثقيله كيما راكم تشوفوا هكذا المرقه تبقى فيها. انا دوك واش بقى لي نحي انا هاد السدر تاعي انا هذا لازم نحيه. علاش نحيه؟ انا هاد الدجاج ما نديروش هكا في الكوشه انا بعد ما يبرد ونشدو الدجاج تاعنا نديزوسيوه. شوفوا كيفاش جا محمر يعني مازال ما دخل للفوق. شوفوا اللون تاعو كيفاش جاني. انا دوك يبرد ونديزوسيه بعد ما نديزوسيه يعني نوري لكم كيفاش راني حنكمل هذه الكيفيه تاع هذه الوصفه. الدجاج تاعي بعد ما شديت السدر كيما قلت لكم هكذا فتتو. انا الدجاج نحب هكذا هكذا الشكل اللي فتت به الدجاج تاعي. دوك المشطو تاعي بعد ما طابت شوفوا قلت لكم هاي نديرها في البلاطو كيما راكم تشوفوا. شوفوا علاش قلت لكم الكيفيه هذه كيفيه هذا الكاس ما يعني ما تحرق لنا هاك. تشوفوا لا مغنيت على نار قليله وفيها المرقه ما راح تناش كاع يعني المرقه. شوفوا كيما راكم تشوفوني ندير صدقوني هاد المشطو في الفوق بالبطاطا والله غير فيها واحد البنه ما تقدروش تصوروا. دوك ندير انا هنا البطاطا تاعي كاع نستفها. علاش قلت لكم البطاطا يعني نحبوها ما تكونش بزاف طايبه في الكلاخ. نستف كاع البون دو تيغ تاعي كيما راكو تشوفوا البطاطا تاعي. دوك انا هاد الدجاج راكو تشوفوا لي درتو انا واش راني حندير له. راني حنخلط هذاك يعني الفخوماج يعني كي نتوما على حساب قلت لكم النوعيه اللي تحبوا يعني ما نقدرش نسيف على خواتاتي. نقول لكم ديروا كيما نقولوا هذا فريكو كيما تحبوا ديروا. ونزيدوا الكميه تاع هاد المعدنوس نديروهم كامل كيما راكم تشوفوا ونخلطوا كاع هاد الفورماج تاعنا نخلطوه. ومن بعد ما خلطو يعني نعاود نولي لكم باش نكمل. هاو الفورماج تاعي بعد ما قلت لكم تخلطو غير بشويه كيما درتو انايا كيما راكم تشوفوا خلطتو غير بشويه. نبدا دوك نديرو هكذا فوق هاد البطاطا ما يخفالكمش هاد اللوبيا مشطو ديجا خضره يعني يعطي واحد الجمال في هاد البلاصه تقوني بنين 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 بالبزاف. شوفوا
ديجا نقول لكم لي يعني الانسان بلا ما يدخلوا للفرن يقدر ياكلوا. بصح لا لا، انا هاد الوصفه اللي مالفا نحضرها في داري ديما نزيد نعطيها تحميره في الفرن، وما يخفى لكمش يعني البطاطا راه كلش طايب، المونشتو يعني طايبه، الدجاج البطاطا مقليه، نطولو غير التحميره في الفوق يعني على درجه حراره 160 10 دقائق بالتحت، ويتحمر على لا ريزيستونس، وانتو على حساب الفوق اللي عندكم، وبعد ما يطيب لنا نوريه لكم حاضر ان شاء الله. هاو الكراتان تاعنا يعني تاع المونشتو بالبطاطا راهو طاب تحمر، دوك ما بقى لي غير نقسمو ونوريه لكم طبق واجد ان شاء الله على المائدة. هاو الطبق اليوم تاعنا تاع الكراتان مونشتو بالبطاطا مقلية، صدقوني واحد الطبق بنين 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 بالبزاف وخفيف، وما يطلبش يعني وقت كبير. لابالكم الوصفة وريتها لكم كيفاش، ومقادير ماشي كبار بزاف، يعني كما حضرتو تقدروا تحضروه انتو تاني، وصدقوني خفيف. هذا انا هذا في داري في شهر رمضان نديرو، وما يكونش يعني فيه المرقة بزاف، سيتان غراتان غير بالمونشتو الخضراء والبطاطا مقلية. ما يخفى لكمش المشتو مليحة بزاف صدقوني، وسيختو مع الاخر كي ديروا له القارص يعطي واحد البنه. انا القارص ديما بعد ما يعني كل انسان ياكل فيه ديما يزيد القارص، كاين اللي يحب يدير كاين اللي ما يحبش. انا اقول لكم هذا الكراتان غير ديروه يعني وتبعوا الوصفه كيما بديتها لكم، وان شاء الله يا خواتاتي ما بقى لي غير نقول لكم في امان الله. وديما نقول لكم شجعوني في المشاركه تاعكم باش نقدر نواصل معاكم، ونتلاقاو غير في ايام السعاده باذن الله.